اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد ومراجعه الحلقه الخامسه من مسلسل رينجز اوف باور. الحلقه دي بالنسبه لي كان فيها حاجات حلوه بس الحاجات الوحشه بدات تكتر وانا اتخنقت بصراحه. احنا هنتكلم عن حاجات كتير حصلت في الحلقه النهارده، فلو دي اول مره تشوفني ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل الجرس اللي جنبه، ممكن تعمل لايك للفيديو عشان ده فعلا بيفرق جدا، ونوصل الفيديو ده ل 500 لايك ويلا بينا يا صديقي. بصراحه كده انا لازم اعترف ان انا بقى عندي مشكله مع شخصيه جالادريال. حاولت في الحلقات اللي فاتت اطنش واركز على الحاجات الايجابيه في المسلسل، وكنت بحاول اتجنب الشخصيه دي واركز على باقي الشخصيات، ولكن كده حاسس ان بقى في ماجه بتحصل انا مش قادر اوصفها. هي انا مش عارف اتقبل الشخصيه دي، ومش عشان كونها انثى، لا عشان هي واخده اكبر من حجمها. المشكله بقى ان ده كل حلقه بيزيد اكتر من الاول، مع انه المفروض يقل، بس انا حاسس ان هم ماشيين معانا بالعكس. بتبدا الحلقه الخامسه مع نوري، واللي ما شفناش اللي حصل معاها من حلقتين تقريبا. نوري والشخص اللي وقع من النور بداوا يتكلموا كتير مع بعض، حتى نوري علمته الكلام، ولكن احنا برضو لسه مش عارفين مين الشخص ده. في نظريات كتير، ولكن يعني بما ان المسلسل مش ماشي مع الروايه فاحنا للاسف في الحلقه الخامسه ولسه ما نعرفش في شخصيات ظهرت في الحلقه الاولى والثانيه، مش عارفين عنها حاجة. صراحه دي حاجه غريبه انا اول مره اشوفها. نشوف الهارفودز في رحلتهم، ولو تسالني اكتر حاجه دمها خفيف في المسلسل فهم الهارفودز. نشوف اغنيه بتشتغل وهم في رحلتهم، الاغنيه حلوه بصراحه. والاول مره اخيرا ظهور شر تاني غير وحوش الاوركس. في الحقيقه انا لسه مش متاكد هل ده هيبقى شر ولا لا، لكن الكائنات دي بتروح للمكان اللي فيه النار، المكان اللي وقع فيه الشخص اللي احنا لسه مش عارفين هو مين لحد دلوقتي. واتمنى بقى ان احنا نبدا نعرف عنه حاجات اكتر، لان حاجات كتير مش مفهومه في المسلسل. ادار ووحش من الاوركس واقفين قدام الشمس، ولكن ادار مش بيتاثر بيها عكس الاوركس طبعا اللي بيتاثروا بالشمس بسهولة. ادار بيقول لوحش منهم ان قريبا جدا هتختفي الشمس للابد. طبعا البشر لسه مستخبيين في البرج اللي هم فيه، وهنا بقى انا عندي مشكله. مش كفايه ان احنا عندنا شخصيه جالادريال، عايزين تكرهونا في الشخصيه الثانيه الفيميل الموجوده في المسلسل برضو، اللي بتتحول كده من واحده عاديه خالص من البشر لا للملكه بتاعتهم. حرفيا بقى كفايه يا امازون، مش كده؟ لو عايزين حتى تحشروا اي اجنده في المسلسل اعملوها، بس اعملوها بطريقه حلوه. تعلموا الموضوع ده من هاوس اوف ذا دراجون. في مسلسل هاوس معموله بطريقه حلوه على فكره، حتى لو في اجنده فتلاقيهم كده حاطينها في الاحداث والقصه بطريقه سلسه جدا، وعلى الاقل في منطقيه شويه. انما بقى في رينجز اوف باور اي بنت كده ماشيه هتلاقيها هتضرب 15 20 راجل، وايه بقى كانها جايه من كوكب تاني. وبرده انا بصراحه لسه ما عنديش مشكله خالص مع الالف الاصلي، تمثيله مقبول جدا يعني، ومش شايف ان لون البشره عامل ازمه خالص. مش اكبر مشكله في المسلسل، بس هو كده في حاجات لما تتحط جنب بعض كده في مسلسل واحد بتطلع لنا حاجه غريبه، والناس مش بتتقبل اي تغيير بيحصل في المسلسل. بنشوف البشر في نومينور، وهالبراند بيشتغل كحداد وصانع للسيوف وماهر جدا في الموضوع ده. الملكه بتطلبه وتساله عن مكان العدو اللي هو يتوقعه، وجالادريال بتطلب ان هو يرجع معاها عشان يوحد قومه. يعني ليه جالادريال يا جماعه بتتكلم كده تحس ان هي قافله على بقها؟ تحسها كده ما خدتش فلوسها كلها فجز على سنينها طول الحلقات، ولو حد من اخواتنا يعني الخلايجه بيتفرجوا فجز على سنينها يعني عامله كده. بجد انت لو ركزت عليها وهي بتتكلم هتلاقي طول المشاهد عامله كده. الموضوع اتحول من تمثيل حلو ووحش لموضوع مستفز بصراحه. حلقه مدتها ساعه و10 دقايق، وانا كنت شايف ان هو كتير صراحه على الاحداث اللي حصلت فيه، ولكن لاول مره بنشوف الهارفودز بتتم مهاجمتهم من الذئاب، ولكن بيدافع عنهم الشخص الكبير ده اللي احنا لسه ما نعرفش هو مين، وبيخليهم يبعدوا. بيضرب كده بايده ضربه في الارض، الذئاب بتطير. ده يعتبر اول تهديد يحصل لهم في المسلسل، لان هم معروفين ان هم حذرين جدا دايما وما بيحبوش يمشوا لوحدهم، لازم يمشوا في جماعات. بنشوف بقى استعراض من جالادريال قدام كل المحاربين، واتقال كده ان هيقدر يجرحها هياخد جايزه وهيترقى، وطبعا بتفليكس عليهم، وانا تعبت بصراحه، تعبت من كتر ما هشتكي منها في الفيديو ده. ما عنديش مشكله مع المشهد، هو ممتع ايوه، ولكن يعني اديني شويه منطقيه شويه، انا حاسس ان هي بتلعب عيال مش رجاله والله. والمشكله بقى ان هما في المشهد ده المفروض ان هما كانوا بيستعدوا عشان يواجهوا الظلام ويواجهوا وحوش الاوركس. ذمتك ده استعداد؟ يعني ده استعداد لايه؟ انا مش فاهم. ده في افلام لورد اوف ذا رينجز الاستعدادات بتاعتهم كانت يعني بنفس حلاوه المعركه. بصراحه انا شايف ان كل حلقه في مشاكل بتزيد. ايوه العالم جامد وكبير ومعمول حلو وفي تفاصيل كتير قوي المسلسل مش هيقدر يغطيها، ولكن في مشكله حقيقيه في الشخصيات. يعني تقريبا بعد 5 حلقات 5 ساعات من المشاهده مفيش شخصيه كده اتعلق بيها من وسط كل الشخصيات الموجوده في المسلسل، شخصيه او اتنين بس اللي انا احبهم، فهي مشكله كبيره جدا فعلا. بما ان المسلسل فيه شخصيات كتير، مر الملكه نوميلور ووالدها في البرج في نقاش، وابوها بيقول لها ان هي ما تروحش للارض الوسطى، ان كل اللي مستنيها هناك هو الظلام. وبترجع نوري والكائن اللي معاها ده هو متعور بسبب الضربه اللي عملها في الارض لما كان بيحميهم، حاطط ايده في الميه كده بيحاول يجمدها، وفجاه نوري بتحط ايدها معاه وبتتجمد هي كمان، ولكن بتحصل حاجه غريبه كده وبتطير. هي ما جاتش على دي الصراحه اللي هقول لك مش مفهومه، في حاجات كتير قوي مش فاهمينها. تقريبا بنشوف تاني مره يظهر ملك الالفز في المسلسل. اجتماع للجان والقزم، دورين بيسال الملك بتاعهم عن الترابيزه اللي هم بياكلوا عليها دي جايبها منين؟ اكيد مش هقول لك التوحيد والنور يعني. سؤال عشوائي شويه، لكن بيقول له ان الحجر المعمول منها ده عندهم حجر ثمين يستخدم في المقابر لتكريم موتاهم. عجبني اول حوار اللي دار ما بين إيلروند وملك الالفز، وقال له احكي لي عن معركه هيثايلجر. يقول له احكي لي عن معركه اغنيه هيثايلجر، ودي احداث الناس
الناس اللي بتحب الرواية اكيد عارفاها، ولكن المسلسل ذكرها بسطحية بصراحة. ولكن هنعمل ايه؟ يعني هي الرواية في اتجاه والمسلسل في اتجاه تاني خالص. بيحكي له عن زمن كان فيه صراع بين منوي، واحد من الفالار اللي اتخلقوا عشان يصنعوا الكون، وبين وحش بالروك التابع لمورغوث او ملكور، واللي تمرد طبعا على الفالار التانيين وكان واحد منهم، لكنه قرر يملك بعض المجد والقوة لوحده، وبقى يخرب اعمالهم اللي بيصنعوها في الارض. ودول نقدر نعتبرهم كده الفالار، دول هم انصاف آلهة. والمعركة دي اللي كانت ما بين بالروك ومنوي على شجرة، معتقدين ان جواها مخبأة ثلاث احجار للسيلمرنز، ودي ثلاث خواتم او احجار فيهم قوة لا نهائية، قوة نقية وشريرة في نفس الوقت. ده بيكشف للإلفز ان دورين والاقزام ممكن يكونوا فعلا وجدوا هذه الاحجار، والاحجار دي فهي ممكن تكون سبب هلاكهم. الشجرة الموجودة في مملكة الإلفز بدأت تتعفن، وده كده معناه تجسيد للظلام الخفي اللي بيحاول ينتشر، وانهم كانوا فعلا متعمدين ابعاد جالادريال املا يعني ان العفن ده اختفى، لكن طلع بيزيد اسرع. مفاجأة مش كده؟ إلروند بيكتشف كل ده وبيسأله الملك هل الاحجار دي عند دورين والاقزام ولا لا، ان لو الشر وصل لها فبكده مش هتكون نهاية الاقزام بس، لا ده هتكون نهاية كل الكائنات. الحلقة رتمها بيتغير كل شوية، بنشوف كذا مكان في نفس الحلقة، من اول الهارفودز والاقزام والإلفز، حتى نومينور هي اكتر اصلا مملكة بقت تظهر دلوقتي. لازم تاخد حقها بصراحة لان هي من اجمل الاماكن في المسلسل. اما بقى قصة ايسيل مع اصدقائه، يعني انا ما كنتش مهتم بيها خالص، مش مثيرة ابدا بالنسبة لي، يعني مش مهتم ايه اللي هيحصل معاك، موت يا عم روح اعمل اي حاجة. المهم ان هو بيخش السفينة وبسبب غلطة بيعملها السفينة بتنفجر، وبتبدأ الخلافات بين مساعد الملكة وجالادريال ان الملكة لازم تراجع قرارها. الانفجار السفينة ده كده علامة ان هي ممكن تغير رأيها، الملكة فعلا بتبدأ الشك في قرارها، هل فعلا تاخد السفن وتروح للحرب ولا لا. وللأسف كده حاسس ان القرار ده واخد اكبر من حقه، لان نهايته احنا عارفينها، فليه بقى تقعدوا تطولوا في كل ده وعمالين نلف وندور حوالين نفسنا؟ لو قاعد متفرج كده لا ده في ملحمة، ده في معركة هتحصل فجأة، نرجع زي ما كنا خالص في الحلقة اللي قبلها. لو هتسألني افضل شخصية في المسلسل لحد دلوقتي فهي شخصية إلروند. من حيث الحوارات فيمكن هي الشخصية الوحيدة اللي حواراتها ممتعة، على الاقل كده بتضيف لك معلومات انت ما كنتش تعرفها عن العالم ده. في نفس الوقت انت ممكن تتعاطف مع الشخصية لان هو مش عايز يخون صديقه دورين، لان هو وعد ان هو مش هيقول لاي حد خالص عن اللي شافه، وهو حجر المثريل. المسلسل لو كان عمل اكتر من شخصية بنفس الخطوات زي شخصية إلروند كان المسلسل كده هيبقى في حتة تانية. إلروند يعني على الاقل ممكن يخش في مقارنة مع شخصيات لورد اوف ذا رينجز، بس بقى مفيش اي شخصية تانية حتى تقرب من مستوى المقارنة، بس مش هقول لك حتى يعني تبقى في مستواهم اصلا. وده من اكتر الحاجات اللي الناس معرضاها في المسلسل هي الشخصيات. البشر بيقرروا باستثناء عدد قليل كده ان هم هينحنوا لأدار، وان هم مفيش اي امل ليهم ان هم يقدروا ينتصروا عليه. تقريبا كده نصهم بيوافق وبيطلعوا للاوركس وللمكان اللي هم فيه عشان يعترفوا هناك، يعترفوا بولائهم لأدار وسارون يعني. اما بقى جالادريال فلسه بتحاول تقنع هالبراند ان هو ينضم معاها، وبتحكي له بقى ان هو اخوها اتقتل على ايد سارون وانها اتنفت من مملكتها بداعي الشرف. مش هقول تاني، يعني بالنسبه لي شخصيه فاضيه ما بتاثرش عليا خالص في اي مشهد ليه، كل مشاهدها عاديه وممكن تكون اقل من العادي كمان. البشر اللي انحنوا لأدار بيقسموا بخدمتهم ليه ولسارون، ولكن اول ما واحد منهم بيقول اسم سارون أدار بينفعل وبيهاجمه وبيديله سكينه وبيقول له ان انت عشان تثبت ولائك يعني لازم تقتل واحد من اهلك او تقتل البشري زيك. متبقاش غير عدد قليل من البشر وثيو الصبي اللي معاه الخنجر والالف الاسمر ومعاهم ام الصبي. اخيرا ثيو بيعترف للالف الاسمر، مش عارف انا ليه بقول الف اسمر بس انا اسمه بيروح من دماغي. المهم ان هو بيعترف له ان هو لقى الخنجر اللي بيبحث عنه أدار وحوش الاوركس، وهو يعتبر مفتاح صنعه العدو وهيساعدهم في السيطره على الارض وصناعه وطن ليهم. لسه مش متاكدين من تفاصيل كتير عن الخنجر ده، يعني هو ازاي اصلا وصل للبشر محدش عارف. كل اللي نعرفه ان الصبي ده لقى مدفون في حته وخلاص كده. بيبدا أدار وحوش الاوركس في التحرك ناحيه البرج، ودي يمكن نقط قوه المسلسل وهو الجانب المظلم. اما بقى جانب الخير الصراحه انا مش قادر اتعاطف بالشخصيات زي ما قلت لكم، لان الشخصيات قليله اللي تحبها. إلروند بيعترف لدورين ان هو لما راح له في الاول ما كانش جاي بغرض الصداقه، لا كان رايح عشان حجر المثريل، ده حجر خام عظيم مع الاقزام، وان دلوقتي الاقزام بيحملوا مستقبل الالفز بين ايديهم. بنشوف مشهد كده انا هسميه بقى ده مشهد الهنود. جالادريال بتطلع السفينه وبتمشي كده وسط الرجاله وكلهم كده بينحنوا، مش يعني واقفين احتراما ليها. حقيقي انا اقدر اتخيل كده ان لو الشخصيه دي كانت يعني واخده حجمها الحقيقي او على الاقل كده تكون راجل، المشاهد دي كانت هتبقى في حته ثانيه خالص. وده اللي انا كنت خايف منه في اول كام حلقه، انا كنت بدافع عن الشخصيه في الاول لان كان لسه ما شفتلهاش مثلا مشهد قتالي او حاجه اوفر، ولكن بقى بعد كام مشهد اللي في الحلقه النهارده فمفيش امل. بنشوف نفس الحركه بتتكرر كل حلقه، ان هم يدونا كده مشهد يحمسوك للي جاي، ولكن انت مفيش حماس، انت اديتني مشهد اصلا لا يتعدى دقيقه، فانت عايزني ازاي بقى اتحمس واقعد اشوف نظريات؟ لا طبعا. نفس الوقت المسلسل بالنسبه لي برده ما يوصلش لدرجه سيء زي ما في ناس بتسميه، هو مسلسل حلو بس فيه عيوب كتير، واتمنى ان العيوب دي تختفي في الحلقات الجايه. غالبا مش هتختفي يعني، بس هو الواحد بيقول يمكن. المهم بقى انت تقول لي رايك تحت في الكومنتات، ايه رايك في الفيديو، ايه رايك في الحلقه الخامسه، وايه رايك في المسلسل. فمستني رايك تحت في الكومنتات، خلينا نتناقش كده. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، واتمنى يعني ان انت تعمل لايك للفيديو عشان ده فعلا بيفرق جدا. بس كده يا جماعة، انا علاء اسماعيل نونز موفي هاسلر، اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.